بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سعادة عميد معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها الدكتور بدر العتيبي، أساتذتي الأفاضل، زملائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام مضت من الجد والاجتهاد محملة بذكريات ستبقى عالقة في قلوبنا جميعا. كنا وما زلنا في رحاب جامعة المؤسس أسرة واحدة نستظل بظلال العلم ونكافح من أجل النهل من مناهله. فللإنسان في عمره محطات يتنقل بينها، وحين وقف بنا قطار الحياة في معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، وجدنا في هذه المحطة نقطة تحول لكل واحد منا. كان الأمل يحجونا، والأحلام ترافقنا، والمستقبل الزاهر يراود أحلامنا، وكلنا شوق ونهل لتعلم اللغة العربية من منبعها. فوجدنا في معهدنا الحبيب شرحا شامخا للعلم والمعرفة، وبيئة تعليمية واجتماعية تبعث في النفس الطمأنينة وتحفز على التعلم. فالشكر موصول لجامعة الملك عبد العزيز ولعمالة المعهد وإدارته على دورها الكبير والمميز في اهتمامها المتواصل بالطالب باعتباره محور العملية التعليمية، ورعايتها لشخصيته على نحو متكامل وتقديمها لكل ما يحتاجه. أما أساتذتنا الأفاضل فلا أجد كلمات تكفي للتعبير عما نكنه لكم من محبة وامتنان لما بذلتموه معنا من جهد في تعليم اللغة العربية طيلة هذه السنوات، ولما زرعتموه فينا من أدب وحرص على العلم. أيها الحضور الكريم، هذه هي الحياة محطات نقف على أعتابها في انتظار الأيام القادمة، وإرادتنا تدفعنا دوما لاقتحام المستحيل. وإذ نسكن الحاضر بالجد والمثابرة، فإن المستقبل يسكن بالأمل الذي يضيء لنا الطريق، طريق العلم والخير والنفع للناس. زملائي الخريجين، لا تتوقفوا عند تحقيق إنجاز، بل اجعلوا لكم بعد كل إنجاز إنجازا وإنجازات تسعون لتحقيقها، حاملين رايات العلم جيلا بعد جيل، حالمين بغد مشرق نبنيه معا بعد توفيق الله عز وجل. ثم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا في بلاد الحرمين جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. هذا، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.